موجودين احنا في مدينه الطور للتاكد من تنفيذ التعليمات. في الحقيقه الناس ملتزمه كلها، يعني الناس ملتزمه. هي في برضه بعض الملاحظات احنا بلغناها لمدير الكافيتيريا اللي موجود هنا، ان هو ينزل على الارض برضه اللي هي المسافات اللي بين على الصف الواحد يعني. وفي الحقيقه اكدنا عليه النظافه، وهو بيطور المكان هنا بيتطور، وعمل لنا حتى عرض كده شفنا فيه اللي هو ان شاء الله هيفتتحه في 1/7.